مضاعفات كسر جسم الفخذ عند الأطفال. يعتبر جسم عظم الفخذ الموقع الأكثر شيوعاً لكسور الفخذ عند الأطفال، وهو ما يمثل حوالي 75% من جميع كسور عظم الفخذ و2% من جميع الكسور عند الأطفال. لقد ناقشت في فيديو سابق بعنوان كسور جسم الفخذ عند الأطفال كل ما تحتاج معرفته عن هذه الكسور: الأسباب، الأعراض، التشخيص، والعلاج ومدة الشفاء. سأتحدث في هذا الفيديو عن أهم مضاعفات هذه الكسور. بشكل عام، المضاعفات بعد علاج كسور عظم الفخذ لدى الأطفال غير شائعة، وتشمل تفاوت طول الطرفين السفليين، إما بسبب تقاصر أو زيادة طول الطرف المصاب، وهو المضاعف الأكثر شيوعاً عند الأطفال بعد حدوث كسر في جسم عظم الفخذ. قد يصبح الطرف أطولاً، إما نتيجة لرد غير المناسب وتباعد كبير لشظايا الكسر، أو بسبب تحريض نمو العظم المكسور لدى الطفل المعروف بفرط النمو. السبب الثالث المحتمل لزيادة طول الطرف هو علاج كسور جسم الفخذ باستخدام الأسياخ المرنة بسبب فقدان الانحناء الطبيعي للفخذ. عند الأطفال، إحدى النقاط المهمة التي يجب ألا نغفلها على عكس البالغين هي إمكانية حدوث فرط نمو غير متوقع حتى بعد الوصول إلى اندمال كامل للكسر. هناك احتمالية لنمو زائد بمقدار 1 إلى 2 سنتيمتر أثناء شفاء الكسر وإعادة القولبة، لذلك يكون تقاصر الكسر عند العلاج مقبولاً إذا كان أقل من 2 إلى 3 سنتيمتر بسبب فرط النمو المتوقع عند المرضى الصغار. يمكن أن يستمر النمو المتسارع لمدة تصل إلى 5 سنوات، ولكن يحدث معظمه خلال أول عامين بعد الكسر. في حال كان التقاصر أكثر من 2 إلى 3 سنتيمتر، يمكن أن يكون فرق الطول واضحاً، لذلك نستخدم الشد المؤقت يليه تركيب بنطال جبسي أو نلجأ للتثبيت الجراحي لمنع القصار. عادة ما يتم تحمل التباينات الصغيرة في الطول بشكل جيد. عندما يكون الفرق المتوقع في الطول عند البلوغ أقل من 2 سنتيمتر، فإن رفع الحذاء هو العلاج المفضل الموصى به. بالنسبة للتباينات المتوقعة من 2 إلى 5 سنتيمتر، يمكن إجراء عملية تثبيت المشاش في الطرف الطويل، أي إساق صفيحة النمو، قبل الوصول إلى نضج الهيكل العظمي، مما يؤدي إلى معادلة أطوال الطرفين. إذا كان الطفل قد وصل بالفعل إلى مرحلة النضج الهيكلي، فإن تقصير عظم الفخذ في الطرف الطويل مع التثبيت بمسمار داخل النقي هو العلاج المفضل. عادة ما يتم علاج المرضى الذين لديهم اختلاف متوقع في طول الطرفين السفليين أكثر من 5 سنتيمتر عبر تطويل الفخذ القصير. تموت وتنخر رأس عظم الفخذ. تم تسجيل حالات تموت رأس الفخذ عند المرضى الصغار غير الناضجين هيكلياً الذين عولجوا بتركيب مسمار نخاعي صلب بمدخل عبر الحفرة الكمثرية. تتضرر التروية الدموية الأساسية لرأس الفخذ وتنقطع بسبب توسيع المدخل عبر الحفرة الكمثرية، ونتيجة لذلك يوصى باستخدام المدخل عبر المدور الكبير حتى يتم الوصول إلى النضج الهيكلي. عند المراهقين وبمجرد نضج الهيكل العظمي، نستعمل مدخل الحفرة الكمثرية التقليدي بأمان. الاندمال المعيب. يمكن أن يحدث سوء اندمال بسبب الرد غير المقبول للكسر، أو بعد التثبيت باستخدام الأسياخ المرنة داخل النقي عند المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 11 عام، أو الذين يزيد وزنهم عن 50 كيلوغرام. لحسن الحظ، بسبب القدرة على الاندمال وإعادة القولبة السريعة للهيكل العظمي عند الطفل، ستنمو العظام وتتعافى مرة أخرى إلى شكل أكثر طبيعية. عندما يقوم الجسم ببناء عظم جديد، مع مرور الوقت يحدث تصحيح التزوي تلقائياً مع النمو، وهو ما يسمى إعادة القولبة، لكن لا يحدث تصحيح للتبدل الدوراني. عادة ما يتم تحمل الدوران البسيط والتزوي البسيط بشكل جيد. في حالات نادرة من الاندمال المعيب والمصحوب بأعراض، يعد قطع العظم التصحيحي علاجاً مثالياً. عدم الاندمال. عدم الاندمال عند الأطفال نادر للغاية، يكون خطر حدوثه أكبر بعد التثبيت بمثبت خارجي أو بالصفائح تحت العضلية، ويرتبط أيضا بحدوث العدوى أو الحالات التي حدثت فيها إصابة كبيرة في الأنسجة الرخوة. بشكل عام، يكون معدل اندمال الكسر مرتفعا إذا تم اختيار العلاج المناسب بناء على عمر المريض ونمط الكسر. قد يؤدي العلاج بالمثبتات الخارجية إلى مضاعفات مرتبطة فقط بهذا النوع من العلاج، وتستحق تسليط الضوء عليها.
يعد التهاب مداخل أسياخ التثبيت شائع جدا عند استخدام المثبتات الخارجية. يمكن الوقاية من ذلك من خلال العناية الجيدة بالأسياخ والحفر المسبق لمداخل الأسياخ في العظم، وبالتالي منع حدوث الإصابة الحرارية للعظم. فترة علاج قصيرة بالمضادات الحيوية عن طريق الفم مفيدة في الوقاية من التهاب مداخل الأسياخ. من المضاعفات الأخرى أيضا حدوث كسر مكان الكسر السابق أو كسر مكان مداخل الأسياخ بعد إزالة المثبت بنسبة تصل إلى 20% مع الوقت. يعزى السبب إلى إزالة المسبب قبل الأوان. يتم ترك المثبتات الخارجية في مكانها حتى يظهر اندمال الكسر بشكل كامل متين شعاعيا لمدة تصل إلى 4 أشهر بعد وضع المثبت، تقريبا من 10 إلى 16 أسبوع. يجب منع المرضى الذين عولجوا بواسطة جهاز تثبيت خارجي من ممارسة الرياضة والأنشطة العنيفة لمدة 6 إلى 8 أسابيع إضافية بعد إزالة المثبت.